بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اعف عنهم واغفر لهم وأكرم نزلهم، اللهم طيب سراهم، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احمي حدودنا واحفظ بلادنا واجعل بلادنا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا عزيز يا رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.